نواصل تغطيتنا الخاصة حول ديربي جدة المنتظر، وهذه المرة مع المدير التنفيذي لنادي الأهلي محمد الحارثي، الذي تحدث للصدى عن أسباب اختيار المدرب السربي فالدان ماليوفيتش وعن سبب تأخر تجديد عقود نجوم الفريق. وكذلك سنتعرف على موعد وصول بلايلي وقضية ديجانيني وما هو طموح هذا الموسم. طبعا علي شراية مع كل التفاصيل، نتابع. حمد الحارثي، مدير التنفيذي للفريق الهلاوي. بداية خلينا نسأل على البروتوكولات الصحية اللي طبقتوها مع اللاعبين من خلال عودتهم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة في بداية قرار عودة المنافسات للموسم الرياضي 2019-2020 صدر بروتوكول طبي رياضي من وزارة الرياضة بالتعاون مع وزارة الصحة، وفي النادي الأهلي كنا حريصين على تطبيق هذا البروتوكول. في أول يوم كان في محاضرة عن طريق منسوبي وزارة الصحة تثقيفية توعوية لمنسوبي إدارة كرة القدم من لاعبين وجهاز طبي وجهاز فني وإداري لشرح هذا البروتوكول وتطبيقه. إيش سبب تأخر عقود تجديد عقود لاعبين النادي الأهلي والدخول في فترات يعني محر؟ الحمد لله، في البداية احنا إدارة النادي الأهلي وإدارة كرة القدم وصلت في فترة ضيقة، كانت التواريخ هذه موجودة، تواريخ العقود، دخول الستة الأشهر، موضوع الفترة المحمية، دخول بعض اللاعبين. الحمد لله يعني قدرنا نخلص أكثر من لاعب الآن، ياسر مسليم، سلمان مؤشر، والبقية تأتي ولله الحمد. طبعا زي ما قلت لك، هي البداية كانت بس ضيق الفترة، احنا وصلنا وثم حصل موضوع كورونا، فما كنا يعني مكملين شهر في الإدارة. إدارة النادي حاولت في الفترة اللي هي كانت الفترة الحظر، حاولنا إنجاز أكبر قدر من الملفات، والحمد لله إلى الآن يعني نسير في الطريق الصحيح بإذن الله. يقول إنه الفريق الهلاوي واحد من أكثر الفرق اللي استفادت من فترة التوقف، خصوصا إنه مدرب كان جديد. نعم صحيح، هذه صحيح، لأنه المدرب جاء في فترة منتصف الموسم، مبارتين أو ثلاثة اللي قضاها مع الفريق، حصل موضوع الكورونا قبل نصف نهائي كأس الملك مع شقيقنا نادي النصر. استفاد في مشاهدة المباريات السابقة للفريق، لمشاهدة بعض اللاعبين اللي ما شاهدهم، في أعطناه سيديهات مختلفة، أعطناه تقارير فنية كاملة عنهم، تقارير طبية، حتى استفدنا ولله الحمد من بعض الإصابات اللي كانت موجودة، استطاعت أن تكمل فترة علاجها اللي هي كانت موجودة المفروض أنها تطول في تلك الفترة، لكن الحمد لله رب العالمين. إيش الأهداف اللي حددتوها للمدرب؟ قلت المدرب إحنا نحتاج هذه الأهداف خلال العام هذا. أهداف الفريق الهلاوي هذا الموسم واضحة وأنا أتكلم فيها سابقا. بالنسبة للدوري، المنافسة على مركز متقدم ولا يمنع الحصول على أي مركز متقدم نستطيع الحصول عليه. المباريات المتبقية كلها سندخلها برغبة الفوز ولا غير الفوز إن شاء الله، الله يوفقنا فيها. من ثم هذا المركز المتقدم حيأهلك لآسيا بإذن الله، أو تحقيق كأس الملك أيضا حيأهلك لبطولة آسيا. مع المنتخب الشاب ومع الأهلي في الفئات السنية، لاعب عنده اللي قدمه، هيثم مر، يا عيني على الثقة، يا عيني على المرور، شوف الكورة، شوف الحربي، الله عليكم، الله عليكم. العنصر الشاب مهم جدا مع العنصر الخبرة، طبعا لا تستطيع أن تعتمد بعد توفيق الله سبحانه وتعالى على عنصر واحد فقط، على الخبرة فقط أو على الشباب فقط. الدمج بين العنصرين هذا شيء مهم جدا، وأنا أشكر مدرب الفريق اللي أعطاهم الفرصة، منحهم الفرصة وأعطاهم مجال أنهم يتدرب مع الفريق الأول ويلعب مباراة يعني مثل مباراة الحزم، وإن شاء الله كمان مباراة الاتحاد إذا أسعفنا الوقت ونلعب معانا كمان. هم الآن في التحاق بالمنتخب بإذن الله، الله يوفقهم. آخر سؤال لو تسمح لي فيه، تأخر بلايلي وقضية ديجانيني، إيش اللي حصل فيها بالضبط؟ طيب أنا قضية ديجانيني هي قضية مرفوعة الآن ما بين الجانب القانوني عندنا والوكيل اللاعب، وما زالت القضية منظورة، ما زالت، فعشان كذا ما نقدر نخوض فيها الآن. نقول إيش مشكلة اللاعب؟ لا هي قضية مرفوعة وفي خلاف بسيط الآن، الإدارة القانونية عندنا إن شاء الله متولي الموضوع، وإدارة النادي على اطلاع كامل، وإن شاء الله يعني تنتهي القضية في خلال أيام إن شاء الله. بالنسبة لبلايلي مشكلة الطيران فقط، البلد الشقيق الجزائر في حظر على الطيران، إحنا بنحاول الآن بأي حل إنه نطلع بلايلي من الجزائر، وإن شاء الله في القريب العاجل يكون معنا برضه. مارين ما شفناه في المباراة اللي فاتت. ماركو مارين يعني بدأ معنا فترة إعداد جيدة جدا، لعب الثلاث مباريات الودية وكان جاهز فنيا وما شاء الله تبارك الله، لكن تعرض لإصابة عضلية
بسيطة ولله الحمد، الآن يأخذ العلاج وإن شاء الله يكون متواجد مع الفريق.